مساكم بالخير ومرحبا بكم، واني على بالي باللي راكم في الكوزينه الله يبارك، راكم وراها. هيا اليوم راح نحلي لكم سهرتكم ان شاء الله، وفطوركم وليله وليلتكم ان شاء الله تكون حلوه. اليوم راح ندير معاكم البالوزه. طلب لي وحده قالت لي ديري لي البالوزه. هذه بالوزه تحليه قسنطينيه قديمه بزاف، وعاد شويه منسيه عندنا على ما كي عادوا يديروا الطبيخ والفلا والمحلبي، هذه تركوها. اليوم حنا رايحين نعطيوها القيمه تاعها. البالوزه هذه تتقدم كما السمات في سهرة رمضان، كما مثلا يجيك ضيف تقدري ديري له شويه محلبي وديري تحطي له شويه بالوزه، وتتقدم مع الشريك ولا خبز الكروانه. هايا البالوزه هذه لازمنا بطبيعه الحال الماء، لازمنا ما ورد للنكهه، نشا، سكر للتحليه، وشويه لوز للتزيين. في البلدان الشرقيه كما سوريا ولا مصر ولا هما يديروها بالحليب ويعيطوا لها المهلبيه، ولا في لبنان ولا حنا هذه البالوزه نديروها بالماء ماشي بالحليب. هيا بسم الله نبداو. الصلاه عليك يا رسول الله. هذه هي السيطره تاع الماء، هي مكيله. بسم الله. ونحطوها في اناء في ماعون ثقيل باش ما تشيطنا ما تلصقنا. هاو باش نحطو السكر. بسم الله. كل واحد واش يحب، اللي يحب حلو يكثر السكر، اللي يحب ماشي الحلاوه بزاف قاويه يحط على قد ما كما يحب هو. حنا هنا عم نحطو ربع مغارف تاع السكر في نص إطرة تاع الماء. وكذلك ربع مغارف تاع النشا. هم كيلين يعني باش عاوتيكم برك التكيله. ونحركو الساح حتى ندوبو هداك النشا، ماشي السكر، السكر ما يدوبش على روحو، سي سورتو النشا باش ما يديرلناش فيه الكعابر. هاي فو با نيسي في لو فو. نبداو نحطو شوية تاع الورد درك للنكهة، وبعد كي طيب نزيدو لها مغيرفة. بقتو العافية. بسم الله. وما نحبسوش من التحريك. ونضربوا الكاع لو فو باش ما تشيطش وما تلصقش كيما المحلبي. دركا نزيد نحط لها المغيرفه تاع الورد اللي قلت لكم عليها النكهه. هو كيعود الورد الله يبارك راس قطار او تبقى فيه الريحه ما يغلي. نخلطها برك تدخل في بعضها ونطفيو. بسم الله. يما العزيزه على هذه ريحه الورد، هذا تاع ملو تاع كنتي الله يبارك. بحق النبي محمد جيب سعيد من بعيد ريحتها والله. دك تقولوا هذه غير حش كارت روحو ونو والله ما نكذب. الحاجة يسعد ما جاتهاش مليحة، راني نقول لي جاتها مليحة مليحة. راني ندير لي بيتيز ماشي ما نديرش، بصح كي ندير راني نقول لكم اخي والله ما مخبية عليكم والو. والآن يا حباباتي يا اللي عزاز عليا يا الحراير، نقدم لكم البالوزة معاها شويه شريك باش للسحور. جربوها
وما فضلكم نطلب منكم حاجة، ماذا بيا الحاجة اللي نقدمها لكم، أي طبق جربوه وردوا لي قولوا لي واش هو النتيجة تاعكم، جات صلحتوها، جاتكم مليحة، عجبتكم، باش هكذا صار يعني نزيد انا يزيد فيا خنار، ما نقولش عذابي راح خسارة، قاعدين نعتلهم وماشي قاعدين يقولوا لي على النتيجة لا كان جربوها ولا ما جربوهاش. هيا صحة صيامكم وصحة فطوركم وصحة سهرتكم وصحة سحوركم وصحة صلاتكم، وربي يتقبل منكم ومنا إن شاء الله. هيا مع السلامة.